العمل اللي اتنفذت بخطط الموضوع، تمام، وتصحيح الانحراف والتنبؤ به وتحسين أداء المشروع بعد كده. احنا المرة اللي فاتت عملنا خطة المشروع وحطينا الخطط بتاعت ايه المشروع بالكامل يعني. المرة دي بقى هنتعلم ازاي نعمل تحكم في المشروع. التحكم في المشروع ده بيتم وانا اثناء ما بنفذ الشغل، يعني مثلا انا واقف مثلا عند سي مثلا 30%، عايز اشوف الشغل ده ماشي ازاي، وصل لحد فين. هل انا مثلا البرفورمانس بتاعي عامل ايه، الكوست بتاعي عامل ايه، التكلفة يعني الكوست بتاعي عامل ايه، حتى المخاطر بتاعتي، المخاطر وصلت لحد فين، هل انا مثلا ماشي بشكل سليم ولا مش. يعني في النهاية بتنبأ بشكل المشروع عامل ازاي او اداءه رايح، هل هو مثلا ماشي في طريق صح ولا في انحرافات معينة أقدر أحسنها وأقدر أوصلها للمسار السليم للمشروع. كل دي بتبقى في تحكم، في عملية تحكم في المشروع. يبقى أنا عندي أول حاجة، أول مدخل من مدخلات التحكم في المشروع، البلان بيرفورمانس اللي هو البيزلاين بتاع المشروع، اللي هو الجدول الزمني اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت. يعني الجدول الزمني الأساسي للمشروع. بروجكت ستاتوس اللي هي حالة المشروع وصلت لحد فين، يعني الأكشوال بيرفورمانس، يعني نسب التنفيذ مثلا في مرحلة الدراسة، مرحلة زمنية معينة، الوقت المحدد اللي أنا فيه، أو الوقت أو دلوقتي حاليا المشروع وصل لحد فين. يعني الريفرنس أند التكويدات، يبقى تكويدات الايه، تكويدات المشروع او تكويدات المستندات. طيب بدخل الكلام ده بيطلع لي سكيدول كنترول، كوست كنترول، الفوركاستنج اند فور نيكست بيريودز، يعني التنبؤ بالمراحل اللي بعد كده، كوركشن اكشنز يعني التصحيحات، ريسك اناليسيس، وات اف. يعني انا في البدايه خالص عملت ريسك اناليسيس، وانا بعمل تخطيط عملت ريسك اناليسيس، وفي كنترول بعمل ريسك اناليسيس. كل مرحله من المراحل زي ما احنا قلنا بعمل بوصل لدرجه معينه من التفاصيل. فكل مرحلة بتفرق عن المرحلة اللي قبلها، كل مرحلة بتسلم المرحلة اللي بعدها. بوصل في النهاية خالص لحاجة اسمها Project Closeout Report، وهو ده اللي احنا هنشوفه في علاقة المشروع ان شاء الله. وبعمل حاجة اسمها Document Control اللي هي الدورة المستندية، برضو ديت هنشوف المستندات بتاعت المشروع بتمشي ازاي، وفي النهاية خالص بلم المشروع بتاعي وبقفله، بعمل حاجة اسمها دروس مستفادة من المشروع، تبقى برضو ضمن المستندات بتاعت الايه المشروع. أي إن كان نوع المشروع فإنه في الغالب يعني بيحصل فيه تأخيرات غير متوقعة أو تكاليف إضافية أو ظروف طارئة. بدون مراقبة وتحليل المواقع المشكلات ديت، ممكن تتحول التكاليف والتأخيرات لمدفوقات ضخمة تؤثر على سير المشروع، وممكن المشروع يقف أو ما يحققش هدفه، يعني مشروع خسران يعني، أو ما يحققش هدفه الاستراتيجي. يعني سواء مثلا المشروع توقف أو سحب من المقاول، أو يعني في النهاية خالص إن هو إيه محققش هدف. في الغالب عملية الكنترول مهمة جدا، وبعض الشركات أو معظم الشركات مش بتهتم بيها. ففي عملية التحكم بتفيد في إن المشروع يمشي بصورة سليمة. وطبعا يعني
كون الشركات مش بتهتم بموضوع التحكم ده أمر خطير جدا، يؤثر كمان على إيه؟ على المشروع. طيب هنشوف الفوائد، الفوائد الرئيسية للتحكم. أول حاجة خفض تكاليف المشروع خلال فترة التجارب. بشوف مثلا لما بعمل كوست كنترول بشوف مثلا إيه العامل الأساسي اللي بيؤثر على التكلفة، وبعمل فبشوف هل مثلا أقدر أتحكم في المورد ده أو أقدر في النهاية أقلل التكلفة ولا لأ. ماشي تمام. طيب تاني حاجة زيادة القدرة على التنبؤ بسير المشروع. بقدر أعمل عملية تنبؤ، بشوف المشروع ده ماشي بالطريق السليم ولا لأ زي ما احنا قلنا قبل كده. بعد كده زيادة الوضوح في البيانات المالية للمشروع في جميع المراحل. القدرة على تخفيف انحراف المشروع عن مساره الأصلي. بيانات مرجعية للاستفادة منها في المشاريع المستقبلية بعد كده إن شاء الله. يعني لو خدت مشروع زيه أو مشروع مشابه ليه، بشوف المخاطر وبشوف التوصيات، بشوف الموارد اللي أنا عملتها، بشوف جميع البيانات اللي أنا وصلت، سواء مثلا حتى لو معدلات الإنتاج بتاعت العمالة زي ما احنا قلنا برضو قبل كده بقى في سبيكات خاصة بيها. كل ده بستفيد منه في المشاريع اللي بعد كده أو المشاريع اللي هتبقى مماثلة. بيوفر عملية تحكم رؤية لأصحاب المصلحة. أصحاب المصلحة احنا قلنا كل واحد موجود في المشروع بيؤثر في المشروع، بس احنا هنا بنقصد أصحاب المصلحة في المشروع اللي هم أصحاب القرارات الدولية، اللي هم سواء مدير المشروع أو المديرين التنفيذيين بتاع الشركة أو المالك بتاع المشروع، كل واحد على حسب إيه رؤيته، على حسب قراره بالنسبة لإيه المشروع. طيب العمليات بقى اللي بتحدد عملية التحكم في المشروع، أول حاجة خطة المشروع الميزانية. بقى زي ما احنا عملنا قبل كده بحط الجدول الزمني بتاعي وبعمل بناء عليه الخطط بتاعتي، سواء خطة المواد، خطة زي ما احنا شفنا الخطط اللي بتطلع من البرنامج الزمني في المحور اللي قبل كده. بناء عليه بيتوفر نموذج شفاف لمدير المشروع، بيكون بمثابة معيار مرجعي في جميع مراحل المشروع، فهم التدفقات النقدية الهامة. رقم 2 إدارة المخاطر. إدارة المخاطر بتوفر آلية في المشروع بفهم للنهج الدقيق لإدارة المخاطر. آلية التحكم في المشروع بتوفر نهج دقيق لإدارة المخاطر. ماشي، من خلال تحديد المخاطر بشكل استباقي ووضع خطط للطوارئ لمعالجة المشكلات. هل يهمني أنا هنيجي بس أخلص النقطتين دولت وبعد كده هنقول المعلومة المهمة. تالت نقطة إدارة التغييرات في المشروع وزيادة الأعمال. غالبا ما تحدث تغيير في الرسومات أو المواصفات اللي بيتم تنفيذها عن التصميمات الأولية، يؤدي ذلك لزيادة الأعمال وتؤثر على الكلفة والوقت. ومن خلال تتبع التغييرات وفهم تأثيرها ومع اتباع عملية واضحة للتقييم والمطالبة، ممكن المشاريع إنها تظل في مسارها المخطط. يعني الرسومات اللي بتقدم في البداية خالص اللي هي الرسومات الأولية تندر دروينج بتحصل في عملية تغيير أثناء التنفيذ. التغييرات دي بتؤثر في الكميات وفي الوقت، ماشي يعني، وبيحصل بناء عليه أوامر تغيير غالبا يعني أو أوامر تشغيل سيان، يعني المصطلح بيبقى عامل زي، بس في النهاية خالص المراد منه إن هو تغييرات بتتم في الرسومات. عشان يبقى في مكتب فني كويس جدا موجود عشان يقدر يتتبع التغييرات ديت ويعمل عمليات مطالبة بعد كده ويقيمها، يعني يقدمها عشان اقدر بعد كده
بتؤثر على الجدول الزمني وبتؤثر على التكلفة، وكل الحاجات دي بتتركن في النهاية خالص في الكوست كنترول بعد كده، أو في الكنترول بصفة عامة. يعني التنبؤ وإدارة الأداء، بستخدم مؤشرات أداء رئيسية هي بتأدي بقى لإيه؟ لمراقبة المشروع. من ضمن المؤشرات الأداء ديت بستخدم أسلوب القيمة المستحقة Earned Value. ديت بقى النقطة اللي إحنا عايزين في الآخر خالص نقول عليها يعني. Earned Value Management، يعني إحنا دخلنا دلوقتي بقى على مرحلة مهمة جدا. قبل سنة 1960 تقريبا كانت المشاريع بتدار بطريقة بسيطة خالص وسهلة، إن أنا بقارن الأعمال المنفذة بالأعمال المخططة وخلاص. لا، هنا تقريبا أمريكا كان عندها مشروع كبير أو مشروع استراتيجي، ووزارة الدفاع كانت بتدعمه، وكان في قيود معينة على التكلفة، فحبوا يعملوا طريقة معينة إيه لقياس الأداء، ومن هنا ظهرت القيمة المستحقة. معناها إيه؟ ببساطة خالص يعني اللي أنا رصده، أنا وقت مثلا في بعد ما خلصت جزء معين من الشغل واقف عند مثلا زمن معين، ببص على الأعمال المنفذة. لو العمل المنفذ مطابق للعمل المخطط ماشي، بتبقى حاجة يعني. بس هو مثلا ايه، العمل القيمة اللي تم رصدها ماشي بالنسبة للخطة الموضوع، بعطاها للإنجاز الفعلي اللي موجود عندي على الطبيعة. يعني بشوف الإنجاز الفعلي اللي موجود عندي على الطبيعة، وبشوف الخطة الموضوعة، وبقارن الاتنين ببعض، بيبقى هي ديت الإيه؟ قيمة ما تم رصده بالإنجاز الفعلي للأعمال الأعمال طبقا للخطة الموضوعة. يعني أنا لو عندي مثلا سي إن أنا مثلا عندي عمل كنت مثلا إيه مدته الزمنية مثلا شهر، في خلال الشهر ده أنا مثلا إيه وصلت 70% من الشهر، ببص هل أنا نفذت فعلا 70% ولا لأ؟ وليكن مثلا وصلت 60% من الإيه من الشغل بتاعي، وأنا واقف عند 70% من الزمن، يبقى أنا القيمة المستحقة عندي 60% مش 70%، ماشي طبقا للخطة الإيه الموضوع. وببقى كده إيه، هنشوف المؤشرات بعد كده. يبقى أنا قيمة ما تم رصده الإنجاز الفعلي للخطة طبقا للخطة الموضوع. فأنا عندي حاجتين، أشوف الإنجاز الفعلي، أنا واقف في زمن معين أهو، تمام، واقف في زمن معين أهو، الداتا دي عندي الثلاث حاجات. أول حاجة اللي بالأخضر ده الأكشوال، ده اللي اتنفذ فعليا ماشي، وعندي اللي تحت البنفسجي ده الـ BCWP، يعني الـ Budgeted Cost of Work Performance. طالما performance معناها القيمة المستحقة ماشي، Budgeted Cost of Work Performance. بعد كده عندي بقى اللي بالأحمر اللي مستمر للآخر، ده بقى القيمة المخططة Budgeted Cost of Work Schedule، يعني القيمة المخططة ماشي مستمر معايا للآخر. طبعا يعني المصطلحات ديت ليها أسماء تانية في الإيه في أماكن تانية، كل مكان له الاسم بتاعه. بس احنا هنا يعني سواء كده أو كده، هو احنا نفهم الغرض من المصطلح إيه. BCWP معناها Budgeted Cost of Work Performance، اللي هي القيمة المستحقة اللي هي بنفسجي ده،
طبعا احنا قلنا بتقف عن الايه الداتا ديب بتاعك. بعد كده الاكشوال هنا اكبر من الايه من القيمة المستحق، اقل من القيمة المخططة. هنشوف ده معناه ايه. ماشي طيب، انا عندي بقى بعد كده اللي باللون الازرق ده، التنبؤ بتاعي، يعني انا هوصل فين بعد كده، بالاكشوال بتاعي. في النهاية خالص بيبقى في ACE، يعني ايه ال ACE ده؟ Estimate at Completion، ACE التقدير في نهاية الايه. عندي بقى الفرق ما بين التقدير واللي انا واقف عنده دلوقتي، التقدير في نهاية المشروع واللي انا واقف عنده دلوقتي اسمه FTG يعني، او ATG اللي هو الاستيميت تو جو. ATG استيميت تو جو. عندي قيمة الأعمال المنفذة في نهاية المشروع اللي هي البادجيتد، بنسميها budgeted at complete، budgeted at completion أو budgeted at completion. خلي بالنا من الكلام، المصطلحات دي كويس جدا عشان بعد كده هتفهم في ايه. طيب عندي بعد كده في حاجة اسمها BAC زي ما احنا شفنا. BAC يعني ايه؟ هنا budgeted at completion، BAC budgeted at completion، AC اللي هي الاكشوال كوست، الAV بي في بلاند فاليو، اي في ايرنت فاليو، الاي اي سي استيميت ات كومبليشن. احنا عندي اي اي سي، اي سي، اي في، بي في، اي سي، اي اي سي. وكان عندي هنا الداتا، بعد كده بطلع من الداتا ديت حاجة اسمها الفارينسز. ماشي، قيمة الفروقات ما بين الحاجتين. وعندي الاندكسز، ماشي، اللي هي المعاملات. هنشوف المعادلات بتاعت القيمة المستحقة بتفرق معايا ازاي في الشغل. وعندي بعد كده التنبؤ الـ EAC اللي هو الايه زي ما احنا قلنا قبل كده، استيميت ات كومبليشن. خلاص يبقى ده التنبؤ بتاعي. طيب بطلع حاجة اسمها schedule variance، و schedule performance index، و EACT اللي هو time estimate at completion، التلاتة دول متخصصين بالجدول بتاعي، او بشوف الزمن بتاعي ماشي ازاي. Are we ahead or behind the schedule؟ ديت يعني احنا ماشيين طبقا للجدول الزمني ولا لا. ديت اسمها ال SV او schedule variance. How efficiently we are we using our time، يعني معدل استخدامنا بشكل جيد للجدول او للزمن. دي schedule performance index SPI.
اس بي ار. الاثنين دول خاصين بالجدول في الفيروسز والفيروسز، ماشي. بعد كده عندي الخاص خاصين بقى بالايه، بالكوست، الكوست والاناليسيس، تنبؤ يعني. كوست فاريانس اللي هو السي في، السي في كوست فاريانس، ماشي. ار وي اندر اور اور اوفر بادجت، يعني احنا هل احنا اعلى او أد او اقل من الميزانيه اللي موضوع عندنا. يبقى في الاول الجدول، هنا الايه الميزانيه. Cost Performance Index CPI، هنشوف احنا بنحسب الحاجات ازاي بعد كده. Cost Performance Index، How efficiently we using our resources، يعني هل احنا بنستخدم مهارتنا بشكل جيد ولا لا. ده Cost Performance Index CPI. To complete index، To complete Performance Index، to complete performance index، how efficiently we must we use our remaining performance، يعني الموارد المستخدمة أو المتاحة عندي متبقية، يعني نستخدمها بشكل أو ممكن نستخدمها أو يجب إن احنا نستخدمها بشكل جيد ازاي. TCBR، to complete index. Estimated completion، زي ما احنا قلنا قبل كده، what's the project likely to cost variance at completion، اللي هي PAC، will we be under or over the budget، يعني هل احنا هنبقى او اقل من المحطوط توقيع المشروع. estimate at completion ماشي. What will the remaining work cost؟ يعني قيمة العمل المتبقي ده قد إيه؟ أو تكلفة العمل المتبقي قد إيه؟ طيب نشوف الفورمة. هرجع تاني كده، عندي الـ variances BAC CV SV، عندي الـ indexes TCBI CBI SBI، وعندي الـ forecast اللي هي A الـ EAC. الـ VAC VAC اللي هي الـ variances تساوي BAC ناقص EAC، CV بتساوي EV ناقص EC، SV بتساوي EV ناقص EV. المعاملات TCPI to complete indexes تساوي BAC ناقص EV على BAC ناقص AV. CBI بتساوي EV على BAC. SBI بتساوي AV على BV. EAC بتساوي BAC على CBI. يبقى احنا عندنا مؤشرات، كل مؤشر من دول بيدلك على انت ماشي ازاي. هبص هنا كده، هبص هنا في الاكشن بتاع الكوشن بتاعي ده، هو بعد ما طلع قيمة الرقم، هل هو مثلا في السكيدول ولا في البادجت. طيب في السكيدول، طيب في السكيدول بتاعي فوق ولا تحت كده يعني. طيب انا اللي دلوقتي اللي بيهمني دلوقتي، الله
اللي بيهمني دلوقتي ازاي اطلع الكلام ده في البريمافيرا. البريمافيرا ده كويسة جدا للتحكم في المشاريع بصورة جيدة جدا، نفس الشكل ده ونفس النظامين ونفس العاملات ونفس الفروقات ديت بيطلعها البرنامج، بيطلعها البرنامج البريمافيرا بشكل جيد جدا، وهي أداة كويسة جدا للتحكم في المشاريع. طيب أنا عندي أفتح البرنامج بتاعي، كده الشاشة واضحة. أروح على المشروع بتاعي، أعمل له أوبن، ماشي. أروح على الأكتيفيتي اللي إحنا كنا مركزين عليه المرة اللي فاتت، تقريبا ده حطينا المار بتاعته والتكلفة بتاعته كله، وعملت له برضه إيه أبديتنج، عملت المشروع ده أبديتنج. تمام، تعمل ابديت ازاي؟ سهل، انا برجع للكورسات البريمافيرا. المهم بعمل ابديت للمشروع، تمام، و مش مهم ان انظر حتى البيز لاين. انا اللي يهمني دلوقتي ان البرنامج بيعمل المعاملات ازاي، او بيعمل الايرنت فاليو ازاي بتاعت، او الشغل بتاع الايرنت فاليو ازاي. تمام، انا دلوقتي حطيت الايه الموارد بتاعت الموارد بتاعت الايه بقى النشاط بتاعي اهي، والتكلفة الفعلية بتاعتي فين زي ما احنا قلنا برضو المرة اللي فاتت. حطيت الاكشوال يونس، طبعا احنا قلنا البادجت يونس اللي احنا حطيناها في الاول خالص كانت 90 الخرسانة، 90 متر مكعب يعني، وبعدين طلعلي 85 متر مكعب بس، وانا وردت 85 متر مكعب، يعني في حصل كده ايه اقل من الايه من الكمية المحسوبة، الكمية اللي محطوطة أقل من الكمية المحسوبة. ممكن يكون مثلا الكمية اللي محسوبة قبل كده ممكن تكون محسوبة بزيادة، مش هنفترض إن في تلاعب في الموقع، هنفترض إن الكمية اللي محسوبة قبل كده محطوطة بزيادة، وده اللي بيحصل غالبا، ان الكميه اللي محطوطه بتبقى محسوبه بزياده علشان تفادي طبعا لو حصل في اي مثلا حبيت ان انا ازود الكميات لاي غرض كان يعني. فعندي الاكشوال يونت طلعت 85، وعندي البادجت يونت طلعت كانت محطوطه 90، فعندي في النهايه خالص بشوف الاكشوال، بشوف الاكشوال كوست بتاعي اكشوال كوست محطوط 38,556، عندي البادجت طالعة 40,000
824. طيب الفرق ده جه منين؟ الفرق ده احنا قلنا ان عندي الاكشوال يونتس اقل من 90%، وافترضت ان الباند اتنفذ او الديوريشن بتاعته اتنفذت بنسبه 100%. طيب عندي بقى بعد كده نبص على البادجت كوست. طلع هنا 53,000 ليه؟ رغم ان هنا البادجت كوست 40,000، انا حطيت برضو ايه الاكسبنسز بتاعتي. خلي بالك الاكسبنسز مثلا ممكن تكون، احنا قلنا الاندايركت كوست بحطها في الاكسبنس زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت. برضو في حاجتين عندي، في بادجتد واكشوال. بادجتد اللي انا حاططها في الاول خالص، ماشي، يعني ميزانيه المشروع في البدايه خالص. الاكشوال بقى اللي اتصرفت فعليا، يعني انا صرفت فعليا اندايركت كوست 7,000، ماشي، وفرت مثلا في اي حاجه، وفرت في ما كانش مثلا عندي موظف معين موجود، او ما احتجتش مثلا اي حاجه من الحاجات اللي هي بتبقى موجوده في الموقع. المهم ان انا وفرت في الاكشوال كوست بتاع الاندايركت كوست، ماشي. فطلع لي هو مديني الريميننج، بس هو حسب بناء على الاكشوال هنا، حسب الايه الاكشوال كوست الجديده اللي هو 46,000. 43,000 الايه، او لا لحظه واحده كده، كانت كام؟ كانت في الريسورسز 38,000، معلش 38,000 زائد 7,000 وشوية ادتني في النهاية 46,000، ماشي. إنما البادجت ال 12 زائد ال إيه زائد ال 40,000 وشوية ادتني 53,400، اللي هي برضه هنا 53,400. خلي بالك الايرنت فاليو مساوي للبادجت فاليو، لان الزمن واحد اللي اتغير بس في الايه، والبرفورمانس واحد اللي اتغير بس في الايه، في التكلفه. هيبان لي فين بقى؟ هيبان لي في المعدلات نفسها، ماشي. في الكوست بيرفورمانس هنا معناها 1.1 معناها انني ازيد من الاندكس بتاعي، معناها ان المشروع ماشي كويس، ماشي، ازيد خلاص. وهنا برضو اعلى، هنا برضو ايه الكوست فاريانس اندكس مش بالسالب خلاص. تو كومبليت بيرفورمانس اندكس بصفر. ليه؟ لان هنا 100% مع الايه، مع بيرفورمانس. خلي بالك دي بيرفورمانس الثانيه كوست، فاحنا ايه ادتنا مؤشر معين للايه للشغل بتاعي. دي بقى بقيه المؤشرات اهو، استيميت كوست، استيميت ات كومبليشن كوست، فاريانس ات كومبليشن، estimate to complete. خمس تلاف، estimate to complete. الخمس تلاف دي جاية منين؟ من تقريبا من ال revenue cost بتاعت ال budget اللي هي دي.
طيب يعني هو البرنامج طبعا بيطلع لي الإيه؟ بيطلع لي المعاملات بتاعتي بصورة كويسة جدا، بشكل إن أنا أقدر أفهم المعاملات دي هتمشي إزاي، بس يعني بس المهم إن أنا أقدر أفهم المعاملات ديت يعني بتأثر في المشروع إزاي، عشان أقدر بعد كده أحكم على الإيه المشروع، تبقى العملية سهلة يعني بالنسبة للي بيفهم الموضوع يعني. شوف أنا قللت الكمية، يعني الكمية اللي جاية لي أقل من الإيه؟ أقل من الكمية اللي محطوطة في الجدول، فمعنى كده إنه هيقلل في التكلفة بتاعته، معنى كده إن هو فيه ربح، فيه ربح، فيه توفير في المشروع يعني، مش ربح يعني، فيه توفير في المشروع كده يعني. ده اللي أثر actual unit، وشوفنا ايه تأثيره على المعنى. طيب لو انا بقى عندي تأثير تاني بقى، اللي هو التأثير الايه الجدول نفسه، لو عندي مثلا من البند 70% من الايه من التنفيذ، هحط 70% واشوف الايه تأثيره على الجدول نفسه عامل ازاي، هيبان لي التأثير بتاعه، هيبان لي التأثير بتاعه على الجدول، وهيبان لي على الايه، وهيأثر برضو على التكلفة. يعني الموضوع كده اعتقد انه بقى واضح يعني. طيب خش بقى على النقطة اللي بعد كده، اللي هي اغلاق المشاريع. الهدف من إغلاق المشروع إن هو إن أنا بتأكد إن كافة الأعمال اللي هي موجودة في العقد اتنفذت، وإن العميل أو المالك وافق على المنتج النهائي، المنتج النهائي اللي هو المشروع يعني، بتأكد من الموافقة على كافة التسليمات، يعني كافة التسليمات هي مراحل العمل. وفي المرحلة دي بيتم الإعداد لتقديم المستخلص الختامي لإجراءات الاستلام للكتاب، وتسويه جميع المطالبات، وإكمال تنسيق المشروع المخاطر التي تعرض لها، والانتهاء من التقارير النهائية، والتصرف المتبقي من الموارد بالشكل المناسب. بقى حاجة اسمها كلوز اوت ريبورت، زي ما احنا قلنا قبل كده، هنجيله يعني. عندي محتويات وإيه؟ بروجكت اوفر فيو، بروجكت ريزلتس، ميجر ريسكس، وهكذا. وبعدها عندي بقى الميجور ليسون ليرند وريكومنديشن فور فيوتشر، يعني توصيات اللي بعد كده، الاندكسس يعني الفهارس. بعد كده عندي الكلوز اوت ريبورت، ده ممكن نقوله بطريقة تانية، هو التقرير الختامي يعني، مثلا سرد التاريخ المشروع والأحداث الرئيسية خلال فترة التنفيذ، التحديات اللي بتواجه المشروع فنيا وإداريا وماليا والتغلب عليها، اللي هي المخاطر، القرارات المهمة الرئيسية اللي اتخذت بالمشروع، مؤشرات الأداء سواء الجداول الزمنية، الميزانية، كمية الأعمال، مواد المشروع، الأهداف وكده، وأسباب الانحرافات اللي وجدت على المخطط. فخلي بالك المعدلات اللي أنا طلعتها بتبين لي الانحرافات. طيب أسباب الانحرافات دي إيه؟ بشوف والله مثلا إيه سبب التسبب في المورد ده أو في النشاط ده، وبحاول أعالجه ولا إيه ماشي، وبعدين بحط الإيه السبب ده في السجل بتاعي، وبحط الايه ده في الكوست كنترول، يعني بحط النتيجه بتاعتي او التوصيات بتاعتي بقى بعد كده. طيب عندي الموارد اللي تم توفيرها للايه للمشروع، الاوامر التغييريه والمطالبات واثرها على المشروع، زي ما احنا قلنا قبل كده ان الاوامر التغييريه بتاثر برضو على الايه على الكنترول بتاع المشروع، الدروس المستفاده والتوصيات ده مهم جدا، مستندات الاستلام الابتدائي، مستندات وثائق المشروع. مستندات وثائق المشروع دي بتعبر عنها بالدورة المستندية للمشروع، هي دي آخر
محور مراحل الإيه الإدارة خالص، بلم فيه بقى كل المستندات بتاعة المشروع عشان أعمل عملية أرشفة للإيه المشروع. بالنسبة للملك بياخد الحاجات اللي هي الأساسية بتاعته زائد مستندات اللي هي قبل التصميم والتعاقد، اللي هي الدراسات الحقلية اللي قبل التصميم، دراسات الجدوى والتقديرات الأولية للتكلفة وخيارات البدائل وخطة الإيه التمويل. إحنا قلنا مراحل العمل اللي هي مرحلة الدراسات الأولية والتعاقد، مرحلة التنفيذ، مرحلة التسليم. الاستشاري بقى بيشارك في مستندات تانية اللي هي مستندات التصميم والتعاقد طبعا، يعني مش جميع المستندات واقعة مع المقاول، كل واحد من أطراف المشروع بيبقى معاه مستندات. مستندات التصميم والتعاقد بتبقى خاصة بالرسومات الأولية والتقارير الفنية للتربة والموقع، في تقارير تانية للتربة بتبقى مع المقاول، أو مثلا إذا كان في هابر استكشافية أو تقارير إضافية بتضاف للإيه؟ تضاف للمستندات المشروع. بعد كده عندي بعد كده المواصفات الفنية وحدود المكلفة، منهجيات وطرق التنفيذ اللي هي ميثود ستيتمنت، قائمة المواد المطلوبة وكمياتها، مستندات حساب التصميم، خطة تأكيد وضبط الجودة، مستندات العطاء، كل ده مستندات التصميم، وثائق العقد والشروط العامة والإيه والخاصة. بعد كده عندي مرحلة التنفيذ، بتبقى فيها 3 حاجات: وثائق التنفيذ، وثائق المواد، وثائق الأزمة. في الآخر وثائق التنفيذ بتضم محاضر استلام الموقع وطلبات البحث وقوائم التدقيق، بتضم الحاجات دي كلها وسجلات ضبط الجودة. بعد كده عندي الأعمال الدورية ومحاضر الاجتماعات ومراسلات بالأطراف والاستفسارات الفنية وأوامر التغيير ومطالبات المقاول التعويضية، برامج الزمنية التنفيذ، ومرحلة التدفق المالي، التدفقات النقدية. عندي بقى بعد كده وثائق المواد خاصة بخطة توفير المواد. احنا طلعنا الخطط ديت من برنامج الزمن زي ما احنا قلنا قبل كده واحنا شغالين في التخطيط. وعندي بعد كده تقارير فحص المواد بالموقع اللي هي بتبقى ضمن الطلبات بتاعة الفحص، تطلع في النهاية التقارير. وبعديها كده عندي اختبارات التصنيع واختبارات دولة المنشأ. أنا عندي مثلا بستورد حاجة معينة، لازم مع الكتالوجات بيبقى فيه اختبارات معينة أجريت على المواد دي. مخططات العملية والكتالوجات، الكتالوجات نفسها بقى بيبقى فيها مثلا رسومات أو توصيات للتشغيل. الاحتياط المتبقي من المواد، يعني أنا بعد خلصت المواد دي كلها عندي بعد كده المواد اللي موجودة في الموقع دي بعمل لها حصر، بتبقى الاحتياطي المتبقي من المواد. المواد المستلمة بواسطة الجهة المنفذة بالموقع دي مهمة جدا، أنا سلمت مواد إيه ونوعها إيه وكميتها إيه، كانت اتوردت إمتى طبقا لجدول الزمن أو طبقا مرة فعليا من إيه الموقع. عندي بعد كده الوثائق الأسبلت اللي هي مخططات الأسبلت لمكونات المشروع أو للنواحي المطلوبة منه أو لتفاصيل معينة يعني. بعد كده عندي وثائق الاستلام الابتدائي ووثائق الاستلام النهائي اللي هي مرحلة التسليم. وثائق الاستلام الابتدائي بتكون قرارات تكوين اللجان، طلبات الاستلام الابتدائي، قائمة الملاحظات، تقارير إزالة الملاحظات الابتدائية. طبعا أنا عندي محضر الاستلام نفسه بيبقى فيه نواقص، النواقص دي بتبقى موجودة مثلا لوحدها أو في دفتر لوحده، بتبقى اسمها
أو مثلا لو عندي أعمال معيوبة أو ملاحظات معيوبة يبقى في تقارير برضو، تقارير إزالة. محضر الاستلام الابتدائي نفسه، زونات التشغيل للمشروع والاختبارات النهائية، استخلاصات الدفعات، وثائق اعتماد الدفعات، كل ديت ايه؟ الاستلام الابتدائي. اما بقى الاستلام النهائي بيبقى في نهاية فترة الضمان. بعمل طلب الاستلام الابتدائي ده لو انا مقاول. قوائم الملاحظات فترة الضمان، مراسلات فترة الضمان، لو ظهرت أي عيوب في خلال فترة الضمان، الاستشاري أو المالك بيبعت للمقاول اعمل كذا كذا عشان إيه يصلح الحاجات ديت، علشان الحاجات ديت بعد كده لما نيجي نستلمها منك هنبقى نشوفها. قرارات تكوين لجان الاستلام النهائي، تقارير إزالة ملاحظات فترة الضمان، اعتماد اللجان، محضر الاستلام النهائي للمشروع. بعد ما بينتهي الاستلام النهائي للمشروع، بيترد يعني بنعمل أرشفة للمشروع، بيسترد قيمة التأمين النهائي للإيه للمقاول. وبكده نكون خلصنا الإيه المواضيع بتاعتنا والمحاور بتاعتنا، الحمد لله رب العالمين يعني. الجزء التاني بتاع المكتب الفني بقى إن شاء الله هنبقى نعمل له محاضرة لوحده، هنتكلم فيه لوحده بقى إن شاء الله رب العالمين. ولو في أي استفسارات أو أي حاجة اكتبوا لنا على الجروب، وأنا كاتب الإيميل بتاعي، ابعتوا لي برضو على الإيميل لو في أي حاجة، أو ابعتوا على الواتساب أو التليجرام. أشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.